اسكندنافيا التي تقع أقصى شمال الاتحاد الأوروبي تظل رافدا يروي حقول الكرة الأوروبية والعالمية. عدد من النجوم يمثلون دولا كالنرويج السويد والدنمارك يلعبون على أعلى مستوى في الدوريات الأوروبية الكبرى. ونحن نتجول في شوارع وأزقة العاصمة النرويجية أوسلو، استعدنا جزءا من ذكريات المباراة التاريخية بين المغرب والنرويج في مونديال فرنسا سنة 1998. كرة القدم تطورت بشكل ملحوظ بعد مضي ما يقارب 19 سنة عن تلك المباراة. تضاعف عدد المغاربة بأوسلو وباقي المدن النرويجية، اعتزاز كبير بانتمائهم لوطن يبعد عنهم بآلاف الكيلومترات. في إحدى المقاهي الواقعة وسط العاصمة يتابعون مباريات الدوري الاحترافي ويتحدثون بحسرة عن اختيار عدد من أبنائهم حمل القميص النرويجي. كاين بزاف ديال المغاربة كان في المنتخب ديال النرويج، كان ثلاثة ديال المغاربة كيلعبوا مع النرويج، وهما زعما لو كان الجمعية الجامعة المغربية لكرة القدم اتصلت بهم في الأول، هما المغاربة هنايا كلشي كيبغيو يلعبوا مع المنتخب ديال المغرب، ولكن المغرب نسات هاد الجهة ديال اسكندنافيا لأن الكرة ديال اسكندنافيا ما معروفاش على الصعيد الأوروبي بحال الألمان بلجيك هولندا وفرنسا، لأن تما كيمشيو للمسؤولين كيتصلوا مع اللاعب، ما يمكنش شي واحد يتصل بهم الا ما اتصلوش هما، وبزاف الدراري هنايا كيتمنوا بلي ان شي واحد يتصل بهم من المغرب وباغين يحملوا القميص الام وباغين يبينوا راسهم وكلشي، ولكن ما كتعطاهمش الفرص. هذا اللي نقول لك، والاخرين اوروبا كتعرف كتبان شويه كتعرف شويه كيعطيوك الفرصه ما يقدروش يضيعوا. بعد خطرات كيكون حتى الدراري اللي كيبغيو كاع يلعبوا المنتخب الوطني ما كياخذوش اهتمام من الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم، عوض دول الاخرين كمثلا بلجيكا فرنسا الاسبان هولندا كيكون يعني هما اقرب للجامعه الملكيه عوض الدول الاسكندنافيه هنا الدنمارك ولا النرويج ولا السويد ولا فنلندا كذلك. بعيدا عن الاعين اختار اليونسي والعبد اللهوي وفلاح اللعب للنرويج. غياب الاهتمام وانعدام التواصل مع مغاربة اسكندنافيا يضيع على عدد منهم حلم اللعب للمنتخب الوطني. اسبانيا ايطاليا فرنسا ما جاب منسيه، اما المغاربه اللي هنايا لو كان زعما داروا معهم شي اتصال كان هنا واحد سميتو فلاح، هو كان اتصل مع النرويج باش يلعب مع الفرقه ديال المنتخب ديال النرويج، وقال لهم صراحه بغيت نلعب مع المنتخب ديال المغرب، ولكن ما حتى شي واحد ما اتصل معاه. الضغوطات كاينه من كتبدا من المدرسه من الصغر كيضغطوا على الدراري باش يحاولوا يلعبوا على الترابو ديال النرويج. هنا كيكون الاختلاط، ملي كيكون الاختلاط ما بين ام مغربيه ولا الاب نرويجي ولا الام نرويجيه والاب مغربي كيكون شويه الضغط ديما من الجانب النرويجي، وداكشي ما كيمشيش معك في الخط، كتكون ضغوطات كبيره، هذا هو اللي كيجعل الدراري ما كيلعبوش على المنتخب. غير بعيد عن هذا المقهى تحولنا صوب نادي اوبسال النرويجي. محمد إغير الذي يقيم بالنرويج منذ سنوات يتابع حركات وسكنات ابنه سعد الذي يمارس بفريق الفتيان، ويراوده طموح حمل القميص الوطني وعمره لم يتعدى 16 سنة. كاين تبارك الله شباب ما عندهمش الحظ باش يحملوا القميص الوطني،
وتضروا باش يلعبوا مع المنتخبات ديالهم اما النرويج اما ايطاليا اما هذه. وهذه المساله انا من هذا المنبر تنبغي نعطي نصيحه للجامعه باش تشوف هذه الوليدات لحقاش مكونين الحمد لله احسن تكوين في كره القدم وعندهم ما يعطيو. سعد شأنه شأن عدد من أقرانه ينتظر أن تمتد إليه أعين كشفي الجامعة لكي ينال فرصته شأنه شأن أقرانه بفرنسا وهولندا وإسبانيا وإيطاليا وهي دول تحظى بالنصيب الأكبر من الاهتمام. فامي عاونتني من صغري وخصوصاً بابا كان يتبعني من صغري من 7 سنين بديت الكورة ومصغري كان دمي راه مغربي. سعد اش نقول لك، سعد عنده واحد الحماس كبير 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 جدا انه يحمل القميص الوطني وغادي يحمله بواحد الهيبه اللي غادي تزيد اضافه كبيره بحكم انه الحمد لله تكون في اوروبا وعنده جميع كما تنقولوا لاعب معنى الكلمه يعني تكتيكمون تكنيكمون موجود مهيئ. رحلتنا قادتنا هذه المرة إلى السويد بالعاصمة ستوكهولم. يقطن ألاف المواطنين المغاربة يفتخرون كثيرا بلاعبين كعثمان الكبير الشقيق الأصغر لمصطفى الكبير الذي حمل في يوم من الأيام قميص المنتخب الوطني. عثمان يعتبر واحدا من أفضل لاعبي يوغوردن العريق. أنا خلقت في هولندا، الوالدين ديالي جاو في السبعينات لهولندا. مزيان دابا يعني جيت العام اللي فات جيت ليورغوردن. الفرقة مزيانة كبير في السويد والحمد لله. المغرب عندي في القلب داك، انا ضروري انا كنعجب انا نمشي للمغرب ومع المنتخب ضروري. الا جات داك الا جات الفرصه نلعب في المنتخب ضروري نلعب المغرب. الجالية المغربية تتابع أسبوعيا مباريات عثمان. محمد الولي العالمي المغربي المقيم بستوكهولم منذ ما يقارب 30 سنة، وابنه آدم الصديق المقرب لعثمان والمزداد بالسويد، يعملان رفقة شباب الجالية على جمع شمل الشباب المغربي تحت لواء نادي إف سي ماروكانسكا الحديث نشأة. ان شاء الله تقريبا 14,000 ديال المغاربه اللي عايشين في السويد، وشفنا لان بزاف ديال الناس ولا من الاصول عراقيه كرديه تركيه اسسوا الفروق ديالهم. قلنا دابا حنا مغاربه علاش حنا ما نعملوش شي حاجه، كنبغيو بلادنا وكنبغيو المغرب، وديما حنا واخا عشنا وخلقنا على برا حتى حنا عندنا واحد الغرض باش نحميو القميص الوطني المغربي ديالنا. اولا قضيه سوسيولوجيه باش المغربي اللي خلق هنايا كيجبر واحد الرحى ديالو، كيجبر واحد الطموح باش ما عمره ما كينسى ولا الدين ديالو ولا البلاد ديالو. طبعا الحاجه بالاهتمام ما كيقدر يكون حتى شي حاجه، يعني الاهتمام هو الشيء الضروري، هو الاساسي، هو الاهتمام. يعني هنا الجاليه خصها تقدم واحد الدعم واحد الاهتمام. عثمان الكبير يأمل بدوره أن يلحق بركب مغاربة أوروبا الذين تشرفوا بحمل قميص أسود الأطلس، حلم مشروع يدخل دائرة الانتظار. دا
I love my country, of course. And بطبيعة الحال أحب وطني. سأكون في قمة السعادة إن تأهل المغرب إلى نهائيات كأس العالم. وأتمنى أن يتحقق حلمي باللعب يوما ما إلى جوار أخي بالفريق الوطني. صراحة جينا في شمال أوروبا، دول كما السويد، الدنمارك، النرويج، كتختلف شوية. أولا ما عندناش الكرة يوميا، وما عندناش الطقس والجو اللي نقدر احنا دائما نلعبوا في المستوى اللي كنلعبوا في فرنسا ولا في هولندا ولا في بلجيكا. ولكن اللي عرف انا 100% هو المغربي اللي زاد في السويد كتجبره كيضرب العربية ديالو، كي 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 كيطبق الإسلام ديالو. خصو واحد التركيز، واحد اهتمام، واحد تركيز من 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 المغرب يجون هاد البلدان سكاندينافيا ويشوفوا هاد الأجواء المغربية اللي كاين في شمال أوروبا سكاندينافيا. أرشيف الحضور المغربي بالدور السويدي أحالنا على الحارس العملاق إدريس أسمار الذي تألق بألوان عدد من الأندية السويدية وحمل قميص المنتخب الوطني في عدة مباريات. الاختلاف هو انا جيت من الدوري المغربي، جيت للبطوله السويديه، ولكن الاختلاف ديال اللاعبين اللي كبروا هنا ونشأوا هنا وزاولوا هنا هما اللي ما عندهمش واحد العلاقه. لا اللي تسال اللاعب تيقول لك انا ما عمرت حتى شي واحد اتصل بيا ولا ما كاين حتى شي واحد اللي اهتم، وفي نفس الوقت تتهتم تتعاود تسول المسؤولين تيقول لك اودي حنا ما تنعرفوا حتى شي واحد تيزاول. دونك هذا هو الفرق، كون جا شي لاعب اللي كان مارس بالدوري المغربي وجا يمكن يتبعوه كما صرا معاه في الوقت الفتره ديالي انا، والناس اللي عاودوا نشأوا هنا اللي يمكن تكون صعيب. اذا خاص حال الوقت ان شاء الله باش نعطي واحد الاهتمام لهذه الدوريات اللي تتعجب بكثير من النجوم. رغم كل الاكراهات يسابق مغاربة السويد الزمن لدخول عالم النجومية. عمر الظهري لاعب مهري يحمل قميص نادي IFC اسكيسونا ولا يجد حرجا في التعبير عن اعتزازه بالانتماء لوطنه الأم. أنا مغربي ساكن في السويد، عندي 26 عام، ولعب في واحد الفرقة سميتها IFC اسكيلتسونا. الناس هنا في السويد كيقولوا لي IFC، ولعب في بريمير ديفيزيون في السويد. انا والديا بابا كان ساكن في المغرب ولكن توفى الله يرحمه. ماما ساكنه هنا معايا في السويد، دابا شي 40 عام وهي ساكنه في السويد. بجوجهم جاي من كازا. وانا واخا ساكن هنا في السويد، انا زعما مغربي، وديما قلت الا بغيت نلعب في السويد المغرب سولوني هنا جورناليست في السويد، ديما كنقول لهم زعما المغرب هي البلاد ديالي. عمر ساهم السنة الماضية في صعود ناديه للقسم الممتاز ويرغب في قيادته لدخول قائمة الفرق الكبرى، ولو أن رحيله بات مسألة وقت فقط وعينه على حمل قميص أسود الأطلس. كنا في دوزيام ديفيزيون العام اللي فات ويلا طلعنا للبريمير ديفيزيون. و شنو نقول لك اخويا، دابا يلا بدينا كنتعرفوا بهاد بريمير ديفيزيون. لعبنا ماتش البارح، لعبنا مع يوتيبول غوثنبرغ، وواحد فرقه كبيره في السويد، درنا معهم 1-1 والحمد لله. ما عرفش بزاف، ولكن دابا هاد كوب دافريك اللي كان دابا تفرج فيهم وداروا مزيان. باقي عندهم واحد الطريق تيوليو هذيك المغرب اللي كانت شحال هذه. في كل المجالس والمنتديات لا حديث إلا عن واقع كرة القدم المغربية. الغربة لم تمنعهم من إبداء آرائهم حول مستقبل الكرة بالمغرب.
الا خدينا على سبيل المثال الفريق ديال 2005 ديال سي فتحي جمال، فريق كان يعج بالنجوم واللي بقاو في اللي لعبوا يعني في ليكيب سينيور في المنتخب ديال الفئات الكبرى، وكاين ثلاثه او اربعه اللعابه. يعني خص يكون استمراريه، خص يكون فريق يكمل الى سنين يحيدوا منهم جوج لعابه وثلاثه الى ملي كيبان شي لعاب اخر اللي احسن منه ولا شي، هذا ماشي مشكل. ولكن ملي كيتغير الفريق ب 90% فهذا ما كتكونش الاستمراريه، كيكون يعني اش غنقول لك، يعني هذه سياسه خص لازم يتعاد فيها النظر. اونتر بارونتيز ما كيتهلاوش فيهم. مثلا نعطيو ان اكزامبل، ان اكزامبل ديال ان جون كيقرا مثلا عنده لونطريمون اونتر ميدي 14 خصو يخرج، خصو يخرج من المدرسه ياخذ مثلا ياخذ طوبيس يمشي لونطريمون، ما عندوش كاين اللي ما عندوش مثلا يا لي مويان. عبد العزيز معلوم الصحفي المغربي بالتلفزيون السويدي يرى أن الوقت قد حان لرد الاعتبار لمغاربة الدول الإسكندنافية، ثروة لا مادية في حاجة لمن يعتني بها. صراحة المشكل المطروح هو في حد ذاته يعني الدور الذي يلعبه الإعلام المغربي، يعني لا يوجد تسليط الضوء على المحترفين أو الذين خلقوا في السويد ويلعبون في الدوريات السويدية المختلفة. فنرجو من الإعلام المغربي أن يأخذ بعين الاعتبار البطولة السويدية، لأن هناك مواهب كبيرة جدا جدا يعني تضيع في السويد، فقط تلعب تنشط في البطولة السويدية وليس لديها فرصة يعني حتى في المنتخب السويدي. لكن أعتقد أن كل الفئات في المنتخبات المغربية هي في أمس الحاجة لمثل هؤلاء اللاعبين والذين يريدون ولديهم رغبة كبيرة في التواجد مع المنتخبات المغربية. عبد العزيز يتمنى ألا تلقى الطيور المغربية ليفع بالسويد مصير نبيل بهوي الذي دفعته الأبواب الموصدة إلى اختيار حمل القميص السويدي مكرهان. كلاعب صغير السن حاليا ربما عمره 15 أو 16 سنة هشام شناوة، فهو لاعب مغربي يتوفر على جواز مغربي رغم أن أبوه عراقي أمه مغربية، لاعب من المواهب الواعدة في السويد يلعب في فريق يول جولدن. فأتمنى من الجامعة المغربية والإعلام المغربي تسليط الضوء على هذا اللاعب، لأنه فعلا جوهرة مغربية يلعب وسط ميدان، فأتمنى ألا تهمل هذه الجوهرة. وهذا فقط مثل واحد عن اللاعبين المتميزين يعني صغار السن في السويد، فهناك العديد من اللاعبين الذين يستحقون فرصتهم مثل اللاعبين الموجودين مثلا في فرنسا أو في بلجيكا أو في هولندا يعني بنسبة أقل من فرنسا وبلجيكا. نجم إف سي كوبنهاغن الدنماركي يوسف توتوح آخر الأوراق التي تساقطت في خريف اللامبالاة لتفتح نقاشا معمقا حول مكانة اللاعبين المغاربة في اسكندنافيا في منظور السياسة التي تتبناها الإدارة التقنية الوطنية في تعاملها مع مغاربة العالم. اللاعب اللي تيكون هنا تيكون عنده واحد انضباط من ناحية التكوين، تيكون تكوين عنده من المستوى، هذا الشيء اللي تتشوف من جميع اللاعبين لا في المنتخب السويدي ولا المنتخب المغربي تيزاول في أعلى دوريات في الدوري الإنجليزي. دونك من هذه المسألة لأن اللاعب يمكن يكون موجود على الجانب التكتيكي لا الجانب الجسماني في التكوين البدني وعلى الصعيد تالمساعد الانضباط الاخلاقي، لانه المونطال ديال هذا اللاعب هذا هما مونطال عندهم ما شاء الله لان عندهم تكوين عالي.